السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الكرام وأخواتي الفضلات، رجعنا معكم إلى إكمال ما بدأناه من الحديث عن الـ Software Defined Networks اللي هي الشبكات المعرفة برمجيا. وتحدثنا في المحاضرات السابقة عن المقارنة بين معمارية الشبكات التقليدية التي يكون فيها الراوترات تحتوي على الـ Control Plane والـ Data Plane، أي عملية الـ Forwarding والـ Routing تكون موجودة، كلاهما موجودين في الراوتر، ومقارنة ذلك مع المعمارية الجديدة المقترحة في الـ SDN أو Software Defined Networks، حيث يكون هناك لدينا ما يسمى بالكنترولر الذي هو يكون جهاز بعيد يحتوي على الكنترول بلين، والداتا بلين اللي هو راح تكون عملية الفوروردينج راح تكون محصورة فقط في الراوترات التي ستقوم يعني يكون يعني عملها تقريبا مشابه لعمل السويتشات في الشبكات الموجودة حاليا. طبعا تقنية الـ SDN يعني هي تقنية كبيرة جدا وتحتوي على الكثير من التفرعات والتفاصيل. كل اللي قاعد نتحدث عنه في هذه الدورة المختصرة هو فقط الأساس النظري للمقارنة بين معمارية الشبكات الحالية ومعمارية الشبكات في حالة تطبيق الـ SDN. طبعا الـ SDN لها حلول من نوع الـ Open Flow أو الـ Open Source اللي هي يعني مثل الـ Big Switch Networks والـ PICA وغيرها من الـ Open Flow، كغيرها من الحلول الأخرى. كذلك هناك أكو Vendor Specific Solutions اللي هي الحلول التي تقدمها شركات معينة مثل سيسكو، جونيبر، ACI، كاونتر، تريل أو غيرها. وكذلك طبعا الـ SDN لها علاقة كبيرة جدا بالنت ديف اوبس، وكذلك نتورك الفيرتشواليزيشن وغيرها من التخصصات الأخرى. إذا أردنا نتعرف على الـ SDN Perspective أو وجهة النظر اللي من خلالها نستطيع فهم معمارية الـ SDN، راح نقسم الشبكة إلى ثلاثة أقسام أو قسمين رئيسيات بالحقيقة، وهناك انترفيس فيما بينهما. الجزء الأول هو راح يكون الداتا بلين اللي هو مثل ما ذكرنا السويتشز، أو اللي هي يعني إذا تلاحظ الأيقونة هي أيقونة راوترات، ولكنها في شبكات الـ SDN راح يكون هدف يعني وظيفتها الحقيقية هي فقط عملية السويتشنج، لأنه هي راح تتلقى البيانات أو راح تتلقى الأوامر من الكنترولر في الطبقات العليا، وبحيث هي يكون وظيفتها فقط تنفيذ الأوامر القادمة لها من الكنترولر، ولم تعد الراوترات في هذه الشبكة تمتلك يعني نفس الذكاء الذي كان موجودا في الشبكات السابقة، ولم تعد هي التي تقوم باتخاذ القرارات في عملية توجيه البيانات في الشبكة. طبعا هذه الحالة بهذه الحالة الداتا بلين اللي هي هذه الطبقة الدنيا من الراوترات اللي هي تتصل بأجهزة المستخدمين النهائية، راح تكون طبعا فاست، سريعة جدا، سيمبل، بسيطة، كوموديتي سويتشز امبلمنتد جنرالايزد داتا بلين فوروردنج، يعني فقط هي راح تقوم بعملية الداتا بلين فوروردنج اللي هي فقط توجيه البيانات اللي كان موجود يعني هو كجزء من وظائف الراوتر. طبعا السويتش فلو تيبل كومبيوتد اند انستيلد باي ذا كنترولر، يعني هنا الفلو تيبل او اللي هو كان يسمى سابقا الراوتنج تيبل الموجود في داخل السويتشات اللي هي مثل ما ذكرنا هي نفس الراوترات في الوضع الحالي، راح يتم حسابه وتنصيبه في داخلها من قبل الكنترولر اللي هو قلنا الجهاز البعيد الذي سنتحدث عنه بعد قليل. سيكون هناك لدينا ما يسمى بالاي بي اي الابلكيشن بروجرامينج انترفيس اللي هو عباره للتيبل بيست سويتشز كنترولرز اللي هو الاوبن فلو اللي تحدثنا عن بعض امثلته في المحاضرات السابقه. طبعا هذا راح يتم تعريفه من قبل الكنترولر ل what is the controllable and what is not، يعني من قبل الكنترولر سيحدد انه كل واحد من هذه الاجهزه ما هي الامور التي يستطيع التحكم بها وما هي الامور التي هي خارج سلطه تحكمه. البروتوكولز فور كوميونيكيتنج وذ ذا كنترولر مثل الاوبن فلو ايضا، يعني البروتوكولات المستخدمه لاتصال هذه الطبقه اللي هي الداتا بلين مع الكنترولرات راح تكون ايضا محدده من قبل بروتوكول الاوبن فلو. الجزء الاخر من الشبكه اللي هو راح يكون الاس دي ان كنترولر او اللي هو ما يسمى بالنتورك اوبريتنج سيستم اللي هو نظام تشغيل الشبكه. هذا طبعا مثل ما ذكرنا ايضا في السابق كانت كل الوظائف الموجوده في هذه الطبقه هي موجوده في الراوترات، الا انه تم عزلها حاليا بطبقتين اللي هي الداتا بلين والكنترول بلين. الاس دي ان كنترولر في هذه الحاله اللي هو نتورك اوبريتنج سيستم راح يقوم بالمحافظه على حاله الشبكه او المعلومات الخاصه بحاله الشبكه، يتفاعل مع النتورك كنترولر ابلكيشنز ابوف، يعني يتفاعل مع تطبيقات الشبكه او تطبيقات التحكم بالشبكه من خلال ما يسمى بالنورث باوند اي بي اي، وكذلك يتفاعل مع السويتشات الخاصه بالشبكه بلو اسفله من خلال ما يسمى بالساوث باوند اي بي اي. اي بي اي مثل ما ذكرنا هو عباره عن مجموعه من الإعازات البرمجية اللي هي يعني تسهل عمل أو التواصل بين الأجهزة المختلفة أو التطبيقات المختلفة. Implemented as a distributed system، يعني هذا تم تمثيله كنظام موزع في الشبكة للحصول على performance scalability أو performance تطوير الأداء scalability، يعني منح قابلية توسيع الشبكة. Fault tolerance اللي هو تقبل الأخطاء ومعالجتها، وكذلك robustness يعني قوة الشبكة أمام الهجمات أو الأخطاء أو المشاكل الأخرى التي قد تحصل فيها. الجزء الأخير من الشبكة اللي هو راح يكون Network Control Applications اللي هي تطبيقات التحكم بالشبكة، واللي هي قد تكون Routing
اكسس كنترول، فاير وول، لود بالانسنج الى اخره من الوظائف الاخرى التي كانت تخصص الى الراوترات في الشبكات السابقه. طبعا هذه تعتبر البرين اوف كنترول، اي هو يعني دماغ التحكم، والتي تقوم بتنفيذ وظائف التحكم باستخدام لو ليفل سيرفيسز اللي هي اي بي ايز مثل ما ذكرنا، ايضا يتم توفيرها لها من قبل الاس دي ان كنترولر. يعني بدل ان يقوم مدير الشبكه او مهندس الشبكات بضبط كل هذه الاجراءات بنفسه يعني بشكل مثل ما هو موجود حاليا بالكوماند لاين انترفيس او من خلال الواجهات المختلفه، ستكون هناك فقط ابستراكشنز، يعني فقط يعني اجراءات مختصره من خلالها يستطيع مدير الشبكه اعطاء كل التعليمات الى هذه الاجهزه وايصال الرسائل لها. طبعا هذه unbundled يعني can be provided by third party، يعني هذه غير مقيدة مع الكنترولر ومع الداتا بلين، وإنما يمكن تزويدها من قبل طرف ثالث اللي هو قد تكون شركة أخرى تقوم بتصميم كل هذه الـ APIs ويتم يعني تنصيبها على هذه الأجهزة بشكل مباشر، أو قد يتم توفيرها من قبل الـ SDN controller إذا كان هذا الـ SDN يعني يحتوي على هذه الإعازات. الـ components of SDN controller يعني مكونات الـ SDN controller بشكل عام تكون هي ثلاثة طبقات اللي هي ممثلة بشكل التالي. الطبقة الأولى اللي هي الكوميونيكيشن لاير اللي هي طبقة الاتصال مع السويتشز، طبعا هذه تتصل تعتبر هي وسيلة الاتصال ما بين الاس دي ان كنترولر والكنترولد سويتشز، يعني هي المكان الذي من خلاله يتم الاتصال ما بين الكنترولر البعيد اللي هو ريموت كنترولر وبين السويتشز اللي هي الراوترات الموجودة في الشبكة، وطبعا تحتوي على الاوبن فلو كبروتوكول وبروتوكول السيمبل نتورك مانجمنت بروتوكول اللي هو موجود سابقا في الشبكات التقليدية. الطبقة الأخرى اللي هي Network Wide State Management Layer اللي هي طبقة إدارة الشبكة ككل، واللي هي طبعا تحتوي على State of Networks, Links, Switches, Services اللي هي Distributed Database، تعتبر هذه قاعدة البيانات الموزعة للشبكة والتي تحتوي على Statistics إحصائيات الشبكة، Flow Tables, Link State Informations, Host Informations, Switch Informations وكل المعلومات الأخرى الخاصة بالأجهزة التي يقوم المتحكم بالسيطرة عليها. الطبقة الأخرى والأخيرة من الكنترول SDN controller تحتوي على الانترفيس layer to the network control applications، هذه طبعا راح تكون هي الانترفيس أو الابستراكشنز اللي هي الاختصارات التي من خلالها يمكن التحكم بوظائف الشبكة، واللي طبعا راح تكون النتورك جراف، RESTful API والانتنت نتورك يعني شبكات النية، وكذلك يعني بقية التطبيقات الأخرى اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله بعد قليل. ايضا مثل ما ذكرنا يعني هنا اكثر من مره ذكرنا الاوبن فلو بروتوكول. الاوبن فلو بروتوكول هو عباره عن البروتوكول الذي يعمل بين المتحكم والسويتش، عاده يستخدم التي سي بي لتبادل الرسائل، وهناك اوبشنال انكربشن يعني يمكن ان يكون مشفر، ولكن عمليه التشفير هي اختياريه وليست اجباريه. طبعا هناك ثلاثه اصناف من الرسائل التي يتم تبادلها من خلال الاوبن فلو بروتوكول، بعضها تكون من الكنترولر الى السويتشات، وبعضها تكون asynchronous يعني غير متزامنة واللي هي من السويتش إلى الكنترولر، والبعض الآخر يكون هو symmetric اللي هي miscellaneous الرسائل المتبادلة واللي هي تكون متناظرة يتم إرسالها بشكل متبادل من السويتش إلى الكنترولر وبالعكس. النوع الأول من هذه الرسائل اللي هي controller to switch messages، الرسائل التي يتم إرسالها من الكنترولر إلى السويتش، طبعا تكون هذه الرسائل تحمل المواصفات التالية أو الأنواع التالية. النوع الأول اللي هو features، عندما يكون الكنترولر يريد أن يستعلم من السويتش عن حالته، أو وطبعا عند ذلك يقوم السويتش بالرد على ذلك. الكونفيجر اللي هو عملية التشكيل أو التهيئة للسويتشات، الكنترولر طبعا راح يقوم بإرسال استعلام معين ويقوم بضبط إعدادات السويتش يعني بإعطائه عدة بارامترات معينة. النوع الثالث من الرسائل اللي هو الموديفاي ستيت اللي هو تعديل حالة من خلال إضافة أو حذف أو تعديل أي واحدة من الحقول الموجودة في جداول التوجيه أو جداول الفلو كنترول الموجودة في السويتشات. كذلك النوع الآخر من الرسائل اللي هو الباكيت أوت اللي هو الكنترولر يمكن أن يقوم بإرسال هذه الباكيت إلى السويتشات عبر سبيسيفيك بورت. طبعا هنا يعني إذا كان الكنترولر يريد أن يقوم ب يعني إعطاء فد رسالة معينة للسويتشات ليتقوم بتوجيه الباكيتات على فد منفذ خاص يقوم يعني بإرسال هذه النوع من أنواع الرسائل. بالطرف الآخر الرسائل التي تذهب من السويتش إلى الكنترولر مباشرة راح تكون هي مثلا الباكيت إن اللي هي عكس الباكيت أوت، عكس هذه الرسالة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، واللي هي وظيفتها تقوم بإرسال الباكيتات وأيضا التحكم الخاص بها إلى الكنترولر، واللي هي عكس الباكيت أوت مثل ما ذكرنا قبل قليل. الفلو ريموفد، فلو تيبل انتري ديليتد ات ذا سويتش، فقط اذا كان هناك فلو يعني اذا كان هناك حقل في جدول التوجيه في هذه السويتشات تم حذفه فيتم ارسال هذه الرساله لاعلام الكنترولر بان هذا الحقل تم حذفه.
كذلك البورت ستيتس اللي هو حالة البورتات inform the controller of the change of on a port. إذا كان هناك بورت معين مثلا كان منطفئا أو كان مفصولا عن الشبكة وتم ربطه أو كان مرتبطا وتم فصله عن الشبكة. أيضا كل هذه التغييرات التي تحصل في بورتات السويتشات يتم إبلاغ الكنترولر بها عن طريق هذا النوع من الرسائل اللي هو البورت ستيتس. فورتشنتلي يعني بشكل يعني من الجيد أنه النتورك أوبريترز أو مشغلي الشبكة لا يحتاجون إلى برمجة هذه السويتشات من خلال خلق وإرسال الرسائل عن طريق الفلو كنترول مباشرة، وإنما يتم استغلال أو استخدام ما يسمى بالهاي ليفل أبستراكشنز بالكنترولر، واللي هي مثل ما ذكرنا عبارة عن إعازات بسيطة كل واحد منها يقوم يعني بإعطاء أمر مباشر إلى السويتشات لعمل شيء معين يتم توفيرها من قبل الكنترولر ومن قبل الأوبن فلو بروتوكول. هنا أيضا يعني عندنا فد مثال على التفاعل الذي يحصل في داخل الـ SDN اللي هو Data Control Control and Data Plane Interaction Example. إذا كان لدينا مثلا الراوتر أو السويتش اللي هو هنا يسمونه حاليا S1 حصلت فيه Link Failure اللي هو مثلا فشل في بعض اللينكات، فسيستخدم الـ Open Flow Port Status Message to Notify the Controller. راح طبعا راح يقوم بإرسال رسالة إلى الكنترولر باستخدام البورت ستيتس مسج لإعلام الكنترولر بحصول فشل في أحد اللينكات. الـ SDN كنترولر طبعا راح يستلم هذه الرسالة ويقوم بتحديث اللينك ستيت انفورميشن يعني حالة اللينكات الخاصة به. بعد ذلك دايكسترا راوتينج ألغوريثم هذه اللي هي موجودة هنا كأحد التطبيقات للتحكم بالشبكة تم ضبطها سابقا لكي يتم استدعائها عندما يحصل لدينا لينك فيلير او فشل في اللينكات او اي تغير في الشبكه يتم استدعائها بهذه اللحظه يعني هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه تعديل اللينك ستيت انفورميشن. الخطوه الثالثه استدعاء الدايكسترا لينك ستيت راوتينج واللي هي راح تقوم بدورها ايضا بتعديل اللينك ستيت انفورميشن. دايكسترا راوتينج الجوريثم مثل ما ذكرنا راح تقوم بالوصول الى النتورك جراف ومن خلالها ايضا راح تقوم بتعديل اللينك ستيت وتحسب الراوتس الجديده او المسارات الجديده. الخطوه الخامسه اللي هي راح تكون انه لينك ستيت راوتينج ابلكيشن انتراكتس وذ ذا فلو تيبل كومبيوتيشن كومبوننت ان ذا اس دي ان كنترولر ويتش كومبيوتس ذا نيو فلو تيبل نيدد. يعني هنا الدايكسترا راوتينج الجوريثم راح تتصل ايضا بال اس دي ان كنترولر ومن خلاله ستقوم بحساب المسار الجديد الذي تقوم يجب ان يمنح الى هذه السويتشات لكي تقوم بتوجيه الباكيتات من خلاله. واخيرا الكنترولر طبعا راح يستخدم الاوبن فلو بروتوكول لكي يقوم بضبط الجداول التوجيه بشكل جديد يعني او بالمعلومات المحدثه التي قامت هذه الخوارزميه بحسابها. فتلاحظ انه يعني بدل انه في حالة حصول أي مشكلة في الشبكة بدل أن يقوم الراوتر بحساب ما الذي يجب عمله وما الذي يجب القيام به لتعديل اللينكات في داخله، فإنه فقط يقوم بالإبلاغ عن المشاكل التي تحصل له إلى الـ SDN Controller. الـ SDN Controller طبعا راح يستغل الـ Network Control Applications اللي هي أيضا يعني منصبة بداخله للاستعانة بها لحساب معرفة ما الذي يجب فعله، وبالتالي التحديث الذي يأتي لن يذهب فقط إلى السويتش الذي حصلت فيه مشكلة وإنما يجب سيتم تعميمه على كل السويتشات في الشبكة. الكنترولر الذي يتم استخدامه عادة واحد أنواع الكنترولرات الموجودة هو ما يسمى بالOpen Daylight Controller، وهذا إن شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا، خليكم ويانا وننتظر أيضا استفساراتكم أو أسئلتكم إلى حد الآن، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم. شكرا جزيلا ومع السلامة.